السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومتابعينا، أسعد الله مساكم في كل خير وحياكم الله في حلقة جديدة ومواضيع جديدة وشيقة وأيضا تقارير جديدة في برنامجكم الناس ورمضان. أكيد نحن اليوم نبي لكم شيء جديد، وأول شيء بنقدم لكم اليوم عن سوق واقف واستعداداتهم للعيد. خلونا نطلع معاكم مع زميلنا نايف المسلماني عن استعدادات سوق واقف للعيد، ونرجع ونعلق احنا وياكم ان شاء الله على الموضوع. يا هلا ومرحبا فيكم مشاهدينا الكرام، متواجدين اليوم في سوق واقف اللي هو يعتبر منصة أساسية للسياح وكذلك ومنصة أساسية للناس اللي يحبون انهم يجهزون للعيد، فخلونا معاكم نشوف تجهيزات العيد. والله احنا قاعدين نجهز فوالة العيد، تخرجنا من سوق واقف نشتري سوق واقف ملم بكل الامور، وبهذه المناسبه وهذه الفرصه اتقدم باجمل التهاني والتبريكات لسمو الامير الوالد والشيخ تميم بن حمد الله يحفظهم جميع، وتقدم تهاني لاهل قطر كافه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وياكم بطي الظهري من الامارات. جينا قطر اول مره نزورها، وسمعنا عن سوق واقف باحتفالاته وبأغراضه المميزة، وشدانا موضوع التنظيم في الباركنات والإرشادات، وحنا جايين ناخذ إن شاء الله أغراض العيد ونشوف الاحتفالات والمهرجان الموجود. والله سوق واقف هو معلم سياحي في قطر، وفيها بعض الأغراض نقضي حق العيد، في مكسرات والملابس ومعلم سياحي يعني تمشي فيه، وأهني أهل قطر بهالسوق الكريم وما قصروا ضيفونا، الله يعطيهم العافية والصحة، وأهنيكم وأهني جميع المسلمين وكل عام وأنتم بخير في هذا العيد المبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن جاهزين إن شاء الله حق العيد الفطر بإذن الله، وعندنا أكثر شيء زبائن القطريين وخليجيين، وأكثر شيء أولاد صغير بيجيهم من برا، ونحن إن شاء الله جاهزين حق العيد بإذن الله، وكل عام وأنتم بخير وعيدكم مبارك. بالنسبة لتجهيزات العيد هذا ناخذ من اللي تقول فالة وملابس وثياب والأشياء هذه، وهذا هي ومن توسعة سد السوق واقف مرة واحدة. الفعالية دي موجودة في السوق، في إدارة السوق وقفت عليها على أساس نشر ثقافة التطلع للسماء ومشاهدة الكواكب والنجوم. كل يوم بنقدر نشوف ثلاث كواكب، زحل والمريخ والمشتري، بالليل طبعا يعني عشان في ناس بتفكر ان ممكن مشاهده الكواكب بالنهار هي بتبقى موجوده، بس ما ينفعش ان احنا نشوفها. يعني كوكب زحل يعتبر من اجمل الكواكب اللي الناس بتحب تيجي تشوفها مخصوص في اداره السوق. معظم الجاليات الاجنبيه هنا بتيجي السوق مخصوص علشان تشوف الكواكب من خلال تلسكوب المرصد اللي موجود في سوق واقف. بالنسبه للجاليات العربيه في إقبال طبعا يعني، بس بالنسبة للجاليات الأجنبية بتبقى أكثر إقبالا يعني. طالع مع الأهل في سوق واقف نتشارى مع العيال، عود نستلم ملابس العيد حق العيال بمناسبة عيد الفطر. احنا جينا سوق واقف خدنا حلويات وعود وبخور وملابس. والله بالنسبة للعيد جينا اليوم ناخذنا نسلنا سواء لي والإخواني، ونسلنا قطر اليهال، وعيدكم مبارك مقدمة. مثل ما شفنا معاكم الجميع يجهز لهذا اليوم الجميل عيد الفطر المبارك، يجهزون بملابسهم الجميلة، يجهزون بيوتهم لاستقبال المهنئين وكذلك لمة الأهل الطيبة. نرجع معاكم الآن لاستديو الناس ورمضان. شفنا معاكم هالتقرير، يعطيك العافية نايف المسلماني، أمانة
يعني في التشويق كله في سوق واقف، الواحد يتقضى أغراض العيد ويشوف الناس بعد مثله اللي يشتري حلويات، اللي يشتري فوالة، اللي يشتري ملتزمات العيد، أيضا الجاليات الأجنبية اللي تواجدت والعربية في سوق واقف. يعني صراحة شيء يثلج الصدر ويخلي يشجع الواحد أصلا أنه يأخذ فترة طويلة في السوق. يعطيكم العافية جميع. نطلع معاكم مشاهدينا هالتقرير عن محلات الخياطة في سوق العلي واستعداداتهم للعيد. طبعا الكل زحمة والكل يقول لك بعدين، لكن خلينا نشوف معاكم هالتقرير ونرجع لكم بعد الفاصل إن شاء الله. بمناسبة عيد الفطر أكثر شعب القطري ينزل على سوق العلي يفصلون ثيابهم قبل طبعا العيد، يجهزون أمورهم كلها. كل عام وأهل الدوحة بألف خير حكاما وشعبا. أنزل مع والدي عشان أفصل ثياب العيد. كل عام وأنتم بخير. أنا ماخذ أولادي نفصل أغراض العيد، وعندنا زيارة أقارب، وكل عام أنتم بخير. حنا نزلنا أنا أخوان عمي سوق العلي عشان نفصل ثياب جديدة، ثياب حلوة للعيد، عشان نروح عند عمي وعمان الجداني نبارك له يوم العيد وكل عام أنتم بخير. كأهل قطر متعودين على التراث ودائما لبسنا الرسمي الثياب عشان نكون بشكل جديد وشكل رسمي أكثر، وزيارة الأهل والأصدقاء والمجالس اللي في العيد والأعمام وعيال العم، فهذه الأمور تترتب يعني أنك تجهز لها غير الثوب أمور جديدة. تحضيراتنا هي أن نشتري ملابس ونشتري غتر ونشتري عقل ونشتري قحافي ونشتري الأشياء اللازمة حق العيد طبعا مثل ما انت عارف، ونشتري عطور ونشتري ساعات اللي يونس الشباب واللي بخاطرهم إن شاء الله نجيبه لهم. مناسبة العيد تقدم التهنئة لسمو الأمير والشعب القطري والمسلمين أجمعين إن شاء الله. مناسبة الشهر الفضيل والشهر والعيد إن شاء الله. الاستعدادات على قدم وساق في وزارة البلدية والبيئة ممثلة بالبلديات المختلفة في دولة قطر لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال الحملات التفتيشية اللي جريها على بعض المحلات ببيع وتجهيز الأغذية والحلويات، وذلك حرصا من قسم الرقابة الصحية في جودة وصلاحية المواد الغذائية. وسنتعرف على استعدادات البلديات وخطتهم من خلال استضافة سيد مجدي برهان رئيس قسم الرقابة الصحية ببلدية الريان وآخر مستجدات حملات التفتيش. حياك الله معنا أستاذ مجدي. حياكم العافية. يعني الضغط عليكم كبير، المسؤولية عليكم أكبر، الأعين كلها أن أنتم المسؤولين في الأول والأخير عن ما يدور عن الصحة الغذائية داخل الدولة. لكن الآن طبعا فترة رمضان أكيد أن في قسم كبير أنكم تتابعونه، وتعبتوا أكيد في النهار طويل ودرجة الحرارة مرتفعة، الله يعطيكم الصحة والعافية، وأيضا مقبلين على العيد، كميات الحلويات اللي بتطلب في العيد شيء كبير جدا، فاستعداداتكم في تجهيزات حق العيد الفطر. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا استعدادات البلدية ما مش مقتصرة على موسم أو وقت معين، إحنا طول السنة، لأن المنتج هذا مطلوب طول السنة والناس قاعدة تستهلك المواد الغذائية طول السنة بغض النظر كانت خامات أو مواد مجهزة. لكن زيادة نقول تكثيف بسبب زيادة الطلب على المواد هذه،
وبالذات تكثيف على انواع محدده او معينه لانه يزيد عليها الطلب، مثل ما ذكرت انت الحلويات مثلا حاليا في اخر رمضان وبدايه العيد. ان شاء الله على الجميع الخير والبركه ان شاء الله. المطابخ الشعبيه ايضا لا ننساها، لان في عندنا ايضا بعض الانشطه اللي يزداد الطلب عليها. طبعا الامر مستمر، زياده الحملات، حتى احنا حاليا في وقت اجازه، لكن يعني ما راح اقول لكن احنا ما عندنا اجازه، احنا شغالين ايضا في فترات الاجازات الرسميه، لان الامر مستمر والانتاج مستمر والعمل مستمر. السنه هذه حبينا يعني نقدم شيء اضافي مع زياده الضغط علينا، لكن ايضا من واجبنا ان نقدم شيء اضافي. هذا احنا عندنا، خليني بس اوضح شيء للمشاهدين، عندنا الثقافه الغذائيه تتكون من ثلاث محاور: البلديه، المؤسسه الغذائيه، والمستهلك. احنا طول الوقت او طول الفترات السابقه نركز على المؤسسه الغذائيه، على المؤسسه الغذائيه. ايضا المستهلك له حق علينا، لان مش جميع المشاكل تجي من المؤسسه الغذائيه، وايضا ما راح نقول جميع المشاكل تجي من المستهلك، احنا كلنا عباره عن مثلث متكامل مع بعض البعض. في السنه هذه حبينا نوصل ايضا رساله من خلال برامجكم او برامج اخرى نستطيع الوصول لها للمستهلك، ان شلون يستطيع الحصول على ثقافه غذائيه، يستطيع من خلالها يعني تاكد من سلامه الماده الغذائيه، من حيث اذا شراها او اذا وصلها البيت او اذا جهزها او اذا حفظها او اذا حتى حاب بدنا يتناولها، شلون يحصل على اعلى نسبه من السلامه الغذائيه. انا بصراحه شوف، خلينا نتكلم معك كذا باريحيه شوي. احنا دائما نتكلم عن دور البديه والتفتيش، ويمكن الناس صارت ما شاء الله تعرف اجراءاتنا، احنا قاعدين ندخل على المحل ونفتش ونشوف اذا في عنده مخالفات ونخالفه والى اخره الى اخره من الامور هذه. وفي اجراءات صارمه والمخالف، ونشوف مدى خطوره المخالفه، اذا كانت مخالفه بسيطه او ممتده، خطورتها عاليه، خطورتها منخفضه، كلها لها اجراءات مختلفه عندنا. ويمكن ما شاء الله المشاهدين يعني تكلم عنها اكثر مره، لكن انا ودي اتكلم اليوم عن الثقافه الغذائيه في المنزل. هذا شيء كثير نغفل عنه، ويمكن انا من ضمن الناس اللي تمر علي سلبيات كثيره اغفل عنها وانتبه عليها حتى في بيتي. البيت هذا او المنزل هذا، انا ممكن اشتري ماده غذائيه صالحه اوصلها للبيت بشكل ممتاز، لكن تصل للبيت اليه تعاملي معاها تخليها فاسده او تسبب في فسادها. فعند البيت انا المطبخ هذا ما يعتبر جزء واحد، عباره عن ثلاث اجزاء. عندنا قسم التنظيف، قسم التجهيز، قسم التخزين. نبتدي يعني ماش يمكن ما في مشكلة بالعكس، أنا ودي أوصل هذه رفع يعني الثقافة حق يعني رسالة إيجابية أن الجميع يستفيد منها. ليش؟ أنا في النهاية لما يصير عندي وعي أنا برتاح كقسم كآلية عمل، أنا برتاح، الناس عارفة شو اللي قاعد يصير وعارفة شو اللي ممكن يصير. عندنا العنصر الغذائي الرئيسي في البيت إيش؟ المي، صحيح، اللي يدخل في كل شيء، أغذية وغير أغذية. هل أنا كصاحب البيت تأكدت من خزانة المياه عندي إيش وضعها؟ كثير من الناس يغفلون على النقطة هذه، أجيب مادة غذائية بسبب أن عندي تلوث في الخزانات يسبب لي مشكلة في المادة الغذائية. فلازم يكون عندي فحص دوري سنوي أو أحسنت تقريبا أحسنت على أساس أشوف صحة أحسنت المياه في الخزانات. هل أنا عندي مكافحة حشرات في بيتي؟ واحد يقول لي بجيب لا أنت بنفسك، هل أنت مثلا أنا في المطبخ عندي في نمل، هل انا احاول اتخلص منه؟ هل احاول اكافحه؟ هل مثلا البيبان اللي تفتح حين الصيف وكذا، الذباب وما ذباب والحشرات هذه، هاي ايضا مشاكل عندي بتصير. طيب قسم التنظيف، الشخص اللي ينظف، هل انا الاسفنجه هذه يعني ندخل في اشياء يمكن شوي دقيقه، الاسفنجه هذه كم مره غيرتها؟ صحيح. استخدامها باستمرار، الاسفنجه هذه يعني مرتع للجراثيم والبكتيريا والمشاكل كثيره، يعني اذا ما يتم تغييرها او تعقيمها باستمرار. مره مرتين خلاص. واضح؟ السائل انا استخدمه نوعيته جيده ولا النوعيه، معلش عفوا ما اتكلم عن، لكن ايضا يقولون الغالي سعره فيه، في نوعيات رخيصه لكن تحط نص العبوه يلا يلا تطلع عشان تشوف الرغاوي. صح. وانا ما اتكلم عن الرغاوي، اتكلم عن الماده المطهره والمعقمه الموجوده فيها. خلصنا من قسم التعقيم، زين قسم التحضير، الادوات اللي عندي، لوحه التقطيع هذا، هل انا اقطع فيه كل شيء؟ وهذه مشكله ثانيه، تقول الله اغسله، في اشياء دقيقه لا ترى بالعين وممكن ما تروح بالغسيل. صح. اقطع اللحوم بعدين اجيب الخضره واجيب الفواكه اقطعها على نفس اللوح، اخصص واشياء بسيطه ورخيصه ما تكلف، اجيب الواح ملونه عشان ما اخربط، الخضر حق الخضروات، الابيض مثلا خلينا نقول حق اللحوم، الاصفر حق الفواكه، يعني انا ما عندي مشكله
احط الالوان اللي انا بيها واختار فيها المنتجات اللي انا محتاجها. قسم التخزين، انا قاعد اعطي نقاط سريعه عشان بس انه يعني نحصل على اهم النقاط هذه. قسم التخزين زين، انا الحين عندي ثلاجه، احط اللحوم مثلا عندي، والله مثلا جايب دجاج ني ولا كذا، والاخر بطبخه في الليل مثلا او بطبخه ثاني يوم، بحطه بالثلاجه. هل احطه في الرف الاعلى واحط تحت الخضروات عشان لو صار تسريب للدم ينزع الخضروات؟ اليه التخزين في الثلاجه لها ايضا فن واليه علميه للتخزين. المواد اللحوم اللي فيها دماء السائل تكون اسفر وتكون مغطاه. في الاعلى مثلا حط الخضروات، في الاعلى مثلا المعلبات، الاشياء اللي اضمن انها ما يتم التساقط منها على اللي تحتها. والاهم من هذا ان كل المواد الغذائيه تكون مغطاه مغلفه عشان اضمن ان ما يحصل لها تلوث. زين، انا وصلت الحين العبوات، ساعات افتح عبوات استهلك جزء منها واخلي الجزء الثاني، شو اسوي فيه؟ احطها بالثلاجه. العبوه هذه المعدنيه، انا اتكلم عن العبوات المعدنيه بشكل خاص، العبوات المعدنيه مصممه انها تحفظ المواد الغذائيه وهي مغلقه في الجو العادي الطبيعي، جو الغرفه. زين، اما وضعتها بالثلاجه وبعد ما فتحتها البروده العاليه مع الهواء اللي قام ايش يعني يلامسها من الداخل ممكن تسبب لي مشكله، فاذا المفروض اني افرغها بعبوات بلاستيكيه خاصه بالاغذيه. اجل العبوات البلاستيكيه نفسها، وهذه من الاخطاء اللي انا اسويها بصراحه، اقول لك اياها، انا اتكلم عن نفسي، اشتري الخبز، مش كل يوم راح اشتري لي ربطه خبز، اشتري خمس ست ربطات عشان ايش؟ يومين ثلاثه احطها بالفريزر. زين، الاكياس هذه مصممه للاكل الساخن، يعني مش للتبريد، مش للتجميد، تجميد عفوا، يعني التبريد ايضا درجه حراره يعني، بس الاكياس هل هذه مناسبه انها تتجمد؟ نتكلم عن جزيئات وذرات من البلاستيك ممكن بسبب التجميد يعني تصير فيها نوع من التصلب والتكسر وتدخل في الماده الغذائيه. فاذا في عندي اكياس خاصه لهذا السبب تجد في الجمعيه التجاريه اكياس مكتوب عليها يعني رسم نجمه الجزيء شو اسمه الثلج اللي يمثل رسم نجمه الثلج هذه، ان هذا حق التجميد، واكياس احذاها حق التسخين. اذا معناه ان في عندي نوعين من البلاستيك، خاص بالاغذيه الساخنه وخاص بالاغذيه المجمده. اجي انا الحين فتحت مواد غذائيه، عقب ما فتحت لا هذا النوع ما يخرب، هذا النوع لا طيب خله وين؟ في الكبت او في الخزانة الجو العادي. اي ماده غذائيه، وهذه يعني نصيحه، اي ماده غذائيه يتم فتحها من عبوتها، انا كاجراء شخصي اتكلم، لان ما احب اني انظر وانا ما اطبق على نفسي، احفظها بالثلاجه. طيب استاذ مجدي، خليني يعني اخذ منك هالجزئيه. تفضل. انت الحين صراحه انا واحد من الناس معلومات اول مره اسمع عنها، يعني الحين تتكلم عن اكياس التجميد. نعم. هذا انا اول مره اسمع عنها. صحيح. وهذا مشكلة في الثقافة الغذائية الموجودة عندنا اليوم. نتكلم من آلاف المؤلفة من الناس اللي مثلي. نعم. نفس الطريقة يعني ما في ذاك رفع المستوى الثقافة، مش حنا ما تعلمنا. نعم. ما في أحد اليوم دلنا أو أحد تكلم عن الموضوع أو كثفته، يعني مفروض كدوركم. نعم. كجزء وليس ككامل. صحيح. دوركم كجزء. حلو. حملات توعوية. صحيح. دورات. صحيح. حق ربات البيوت، حتى لو تدخلون داخل المناطق والفرجان. صحيح. والمدارس وهذا، يعني التكلم من المعلومات عن هذه، انا الان بصر اني انا ادخل دوره ولا اني انا ازوركم حتى اني انا افهم شنو اللي قاعد يصير عندكم. 100% صحيح. اول شيء كورش سوينا ورش، ويمكن كانت من يعني كانت من اغرب الورش بالنسبه لي، اني الثقافه او نقول الرقابه الصحيه في المنزل، وكانوا كل حاضرينها ربات بيوت. تخيل لما رجل يتكلم عن شيء اختصاص ربات البيوت. مو مشكلة، بس كم مرة بالسنة؟ لا أنا أتكلم يعني كان موقف جدا رائع، واستفدت منهم وأعطوني بعض المعلومات ووصلت لهم بعض المعلومات الفنية والعلمية اللي احنا حصلنا عليها. جيد. أقول لك أن الأمر هذا دائم، أنا أتكلم بصراحة مش دائم، لأن ببساطة نقص الكادر، ضغط العمل، احنا عندنا توسع في كل البلديات بالمؤسسات الغذائية، هذا يسبب ضغط. احنا قدر الإمكان ما نستطيع تقديمه نحاول نقدمه. مش شرط كورش، ايضا عندنا وسائل الاعلام مثل برنامجكم الطيب هذا، فرصه نقدم معلومه من خلال وسائل المقروءه المسموعه، احنا ما عندنا اي مشكله في الامور هذه، بس يعني اي فرصه تجينا. يمكن انت عفوا تكلمت في برنامج عن المحاور، قلت لي الرقابه وكذا وكذا الى اخره، كنا مجهزين يمكن محاور، بس كلامك صحيح. انا بصراحه يعني قلت خلني مش استغل لكن استفيد من الفرصه هذه، وبمشاهدين ما شاء الله اللي كلامك صحيح يتابعون البرنامج الطيب هذا بكثره ويغطي مجموعة شريحة كبيرة من الناس، إن نوصلهم المعلومة هذه. كلامك صحيح. أنا ما أبي أسبب ربكة أو أسبب توتر أو أسبب هلع عند الناس، لكن في أشياء ننتبه عليها، في أشياء لازم ناخذ بالنا منها، في أمور مسلمة لا طول عمرنا نسوي الشيء هذا، صحيح طول عمرنا نسوي الشيء هذا، لكن الشيء هذا خطأ
بس احنا نسويه انه ما حد بلغنا عنه، ما حد فهمنا اياه، ما حد وصلنا المعلومه الصحيحه. احنا دورنا ان من خبرتنا ومن القاعده العلميه اللي عندنا ومن احتكاكنا مع الناس ومن نقل الخبرات بيننا وبين المؤسسات الغذائيه والناس وتواصلنا معهم، صار عندنا مخزون من المعلومات طيب. نتمنى ان نوصل للناس وبنوصل للناس ان شاء الله. البناء يعني ايضا في عندنا هنا نقطه مهمه. احنا من النوع اللي يستعجل. احنا بكل شيء يتغير بسرعه، البناء شوف الهدم سريع، لكن البناء محتاج وقت. صحيح. لكن اهم شيء ان نبتدي فيه، واحنا الحمد لله بدينا فيه. احنا خطينا خطوات، مش خطوه ولا خطوات بدينا فيه، يعني عفوا المدارس سوينا ورش عمل للمدارس بجميع المراحل. يعني حتى على مستوى روض الاطفال الكي جي 1 كي جي 2 سوينا لهم ورش عمل على الاغذيه، وشلون تروح على السوبر ماركت وشلون تسوي تقدر تنقي وتشوف التاريخ واذا هذه منتفخه مش منتفخه، اذا ما عليها بطاقه بيان. الكي جي 1 ليش؟ انا اذا انشات جيل القاعده هذه اذا انشات بشكل جيد انت بترتاح على المدى البعيد، انت بترتاح. المشاكل الغذائيه بتخف من عندك، صار الناس عندها وعي، تعرف ايش تاخذ ايش ما تاخذ. فالامر مش بس اني والله قاعد اقول بس عشان ايش انا اوصل وكذا، والطفل هذا بينقل المعلومه الى اهله ولاسرته. طيب هل انتم حاولتوا انكم تسوون طريقه حملات توعويه ذكيه او تجذب فيها الناس بحيث انكم يعني تستقطبون اكثر عدد وانكم تخبرونهم بالنقاط اللي عندكم؟ في هل يعني شغله جديده، فكره جديده؟ ما هذا احنا برنامج طيب هذا من النقاط الرئيسيه اللي احنا استفدنا منها ان نوصل المعلومه. قلت لي انت اول مره اسمع عن الاكياس انها مثلا ساخن لكن ما تجمد. اقول لك هذه من انا مش لازم اعطي 100 معلومه، انا يهمني لو معلومه معلومتين يستفيدون منها الناس، وكل مره معلومه معلومتين بالتدريج ان يستفيدوا منها ويطبقونها، احسن ما اعطيك 100 شيء وبعدين كل شيء ينسي. واضح؟ فنرجع خلينا نرجع مره ثانيه للبيت. طيب قبل ما نرجع ثاني مره للبيت، هل هناك يعني خط ساخن لكم 24 ساعه؟ طبعا 100%. عندنا الله يسلمك عندنا الكول سنتر 442 ستات خمس ستات 442 خمس ستات خمس ستات. هذا الكول سنتر يتم التواصل معه اذا في اي شكوى، الشكاوي هاي تتحول طبعا على البلديه المختصه حسب النطاق الجغرافي لكل بلديه. بس انا اتمنى نقطه واحده بس هنا، ان الناس الله يجزاهم خير، وهذا ما اكررها بصراحه، الناس يعني يقدرون الخدمه هذه ويستفيدوا من الخدمه هذه. مكلفه غير موجوده في في كثير من دول العالم، مش موجوده الخدمه هذه. يعني اشتكي خلال ساعه او اقل من ساعه المفتش يكون موجود. في دول تتصل 100 مره، انا مجربها وعارف هذا بدون ذكر اسماء، يقول لك قدم شكوى رسميه لما ننظر فيها والى اخره. الخدمه هذه مكلفه من الناحيه الماديه، انت قاعد تتصل مع مفتش تارك اهله وبيته خارج دوام الرسمي في اوقات اجازات وعطل رسميه، مش معناه هذا واجبه. وعارفين معلش عفوا والاضافه يوقف. يعني مع هذا يعني الواحد استشاف ان في امانه يحملها وفي صحه ناس، الواحد قاعد يقدم ما يصح تقديمه. لكن خلينا نتنقى الشكاوي الصحيحه، يعني اللي هي مهمه فعلا. يعني واحد صار يقول يا اخي طعم الاكل متغير. يعني اقول له هل هو فاسد ولا لا؟ قال لي بس طعمه متغير. واحده ثانيه اتصلت لي تقول لي ما في ملح. واحد ثالث يقول لي الاكل بارد. في شكاوي مهمه، في شكاوي مواد منتهيه، في شكاوي مواد فاسده، ريحه كذا الى اخره. بس اتكلم ايضا هذا الجزء من الشكاوي حتى لو كان محدود يعطل ويقلل من الكفاءه. لما تجيني مثلا بدل ما تجيني ثلاث شكاوي لما تجيني سبع شكاوي، فبالتالي لما اوزع شكل سبع شكاوي الجوده اللي انا قاعد اقدمها والمجهود بدل ما ينحصر في ثلاث شكاوي اقدر اطلعها 100% يضيع، يتشتت في سبع شكاوي جزء منها. طيب عدد المطاعم المهوله ومحلات الحلويات تقدرون تغطونها بشكل دوري ومستمر؟ الحمد لله رب العالمين. عندنا احنا آلية عملنا في القسم، عندنا جدول كل ثلاث شهور يتم تبديله، كل شخص او كل مفتش يمسك منطقه لمده ثلاث شهور. احنا وجدنا ان ثلاث شهور هي انسب فتره انه يغطي، انه يستطيع المفتش يمر على المحل اقل شيء مرتين. المره الاولى اذا كان عنده تنبيهات، المره الثانيه يتاكد من انه نفذ الامر هذا. وفي عندنا دفتر تفتيش في المحلات. هذا شكل دوري عادي؟ هذا شكل دوري عادي. وعندنا دفتر تفتيش في المحلات يتم تسجيل جميع ملاحظات المفتش عشان لو تغير غاب كذا الى اخره، المفتش يجي بعد يعرف ايش اللي صاير في المحل. نغطيها الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى يتم تغطيتها. احنا ما نتكلم عن انعدام المخالفات، احنا نتعامل مع بشر، احنا ما وصلنا 100% والله سبحانه وتعالى. احنا في النهايه بشر، عندنا طاقه محدوده، نتعامل مع بشر. البشر ذي عندنا سلبيه متغيرين، يعني صاحب المطعم هذا جاب له 10 12 عامل
عقب 6 أشهر عقب ما تثقفه وتعلمه وترفع مستواه الصحي وجاي من بيئات يعني ما عنده أي فكرة عن الأمور هذه، تحصل اكتشفت أنه تم تغييره أو راح مكان ثاني وجاب واحد جديد وتبتدي معاه من جد وجديد، فعندك ناس متغيرين وهذه مشكلة ثانية عندنا. ثقافتهم الصحية أيضا متدنية شوي وهذا للأسف محسب بيئات اللي هم جايين منها. عندنا يمكن أنا أتمنى وذكرتها سابقا وأريد أذكرها مرة ثانية، أتمنى يصير عندنا شهادة ممارسة مهنة. نعم. مثل بعض الدول تشترط عليه تشتغل في المطعم لازم تجيب لي كورس لمدة يوم يومين أن الكورس هذا أنت مناسب، عندك الشرطات الصحية، عندك المعلومات العامة الرئيسية شلون تتعامل مع المادة الغذائية. أستاذ مجدي يعني يداركنا الوقت وقدنا نحن نسولف معك أكثر، خاصة في شغلات خلتني ودي أني أسحب منك المعلومات، لكن أتمنى أيضا أنكم خلال الفترة الجاية يكون في عندكم دورات أو حملات إعلامية عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي مكثفة، وإحنا كإعلاميين أو إحنا كعيال قطر مستعدين إحنا نوقف معاكم ونحن نبذل مجهود بالوقت اللي أنتم تبونه إن شاء الله. كلمة أخيرة تقولها حق المشاهدين. جزاكم الله خير إن شاء الله، وأتمنى على الجميع أول شيء كل عام وأنتم بخير مقدما وتقبل طاعتنا جميعا إن شاء الله. أتمنى أن عندنا حلويات العيد بنجيبها البيت العيد حول 3-4 أيام، طريقة حفظ أيضا لا نغفل عن حلويات العيد بغض النظر أن ما تترك في المجلس الجو حار، تترك في المجلس أو الصالة والمكيفات مغلقة، نحاول قدر الإمكان عند انتهاء الضيوف مثلا أن ننقلها إلى مكان بارد أو نحطها داخل الثلاجة إلى حين اليوم الثاني. أيضا هذه في نقطة يعني هذه ننتبه عليها شوي إن شاء الله، وجزاكم الله خير إن شاء الله وتقبل طاعتنا وطاعتكم. سيد مجدي برهان رئيس قسم الرقابة في بلدية الريان بوزارة البلدية والبيئة، يعطيك ألف عافية وشكرا لك على هالنصائح الحلوة اللي قدمها لنا. مشاهدينا نطلع معاكم هالتقرير عن أكاديمية الهندسة الصيفية اللي نظمتها جامعة تكساس، كان على مدار 10 أيام في شهر رمضان المبارك. نطلع معاكم هالتقرير ونرجع إن شاء الله لكم. برنامج أكاديمية الهندسة الصيفية الذي نظمته الجامعة على مدى 10 أيام بهدف إعداد جيل رائد من المبدعين في المجالات التخصصية استقطب عددا من طلاب المدارس الثانوية من المولعين بالهندسة. فرصة أن الطلاب يجون من الهاي سكول ستودنت يجون عندنا في الصيف وهذا عشان يشوفون جميع التخصصات اللي احنا نحطها في الجامعة، فهم في الفترة هذه راح يقومون بمشاريع صيفية اللي هي تكون تواكب المشاريع اللي هي حاليا في الدوله، فهذا راح يعطي فرصه للطلاب انهم يعني يجربون الهندسه. القائمون على البرنامج واعضاء هيئه التدريس في الجامعه اشرفوا على توجيه الطلاب وقياده بحوثهم عبر مجموعه من التمارين القائمه على حل المسائل واستنباط حلول لتحديات هندسيه متعدده. طبعا رونا وايد اشياء وامور في اللابس، واهم شيء يعني البروجكت مالنا كان عباره عن المياه، شلون نقدر في قطر نحل المياه وشلون، طبعا هاي شيء مهم وقدرت اعرف اهميه المياه ولازم احنا نحافظ عليه. المشاركون في البرنامج تم اختيارهم على أساس تنافسي لحصد لقب علماء الرؤية الوطنية عبر سلسلة من الاختبارات، وباشروا مسارهم في مجال الاختراعات العلمية بابتكار عدد من المشاريع الواعدة. استفدت كثيرا في الصيف خاصة في التجارب، لأن في المدرسة ما نسوي مثلا هالتجارب والأشياء، لكن في البرنامج صراحة استفدت كثيرا وأود أي حد يدش البرنامج. البرنامج الذي نفذته الجامعة واستهدف جيل الطلاب الواعدين حقق عددا من الأهداف المرسومة له بتحفيز المشاركين على التفاعل الإيجابي مع مختلف التجارب والأنشطة العلمية والتصميم الهندسي. زكاة الفطر واجبة على المسلمين وقد فرضت لتطهير نفوس الصائمين وليس لتطهير الأموال كما في زكاة المال، وهي تدفع قبل صلاة عيد الفطر أو قبل انقضاء صوم شهر رمضان، وهي واجبة على كل مسلم قادر عليها. واليوم سنتحدث عن زكاة الفطر وأهميتها وأحكامها وكيفية حسابها من خلال استضافتنا للشيخ الداعية عبد الله النعمة. حياك الله معنا. الله يحييك. حياك الله يا علي، جزاك الله خير. الأسئلة كل سنة تتكرر ونفس الأسئلة ونحن نجاوب عليها لكن بأكيد نحن لكن نذكر الناس فيها يعني عشان إن شاء الله يؤدون هالفريضة الطاهرة.
فنتكلم عن أهمية الزكاة في البداية. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أولا نشكر لكم يعني طرح مثل هذا الموضوع خاصة في هذه الأيام، وإحنا على يعني شرفنا على نهاية هذا الشهر، والناس يتساءلون كثير عن الزكاة، يتساءلون عن زكاة الفطر تحديدا، وبعضهم ينسى هذه الزكاة، يعني يفاجئك في ليلة العيد ما يعرف وين يوديها ولا يعرف كيف يصرفها. لو تكلمنا عن أهمية الزكاة عموما قبل أن نتطرق إلى زكاة الفطر، الزكاة هي الركن الثالث في الإسلام، فحين نتكلم عن ركن معناه أن لها أهمية عظيمة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بني الإسلام على خمس ومنها الزكاة، بل أن من منع الزكاة يعني جحودا يكفر عند المسلمين، وكذلك يقاتل من منع الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أو إني محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. ويقسم أبو بكر الصديق يقول والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يقصد الزكاة، لقاتلتهم عليه. وابن عباس رضي الله عنه ورد عنه أنه قال أنه قال ابن عباس لم يفرق الله سبحانه وتعالى بين أداء الصلاة والزكاة. لذلك نرى الآيات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى مقرونة الصلاة بالزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، وما ذلك إلا لأهمية هذه الفريضة أو لأهمية هذا الركن في الإسلام. فالزكاة لها أهمية عظيمة، وكما ذكرت الصحابة رضي الله عنهم منهم أبو بكر الصديق لما منع الزكاة قاتلهم على ذلك، وهي يعني من أهمية بمكانها الركن الثالث في الإسلام. شيخ عبد الله، الحكم من الزكاة وش؟ هناك يعني أحكام كثيرة حقيقة، وحكم كثيرة من أداء الزكاة، منها تطهير النفس أولا، من أعظم الحكم هو تطهير النفس. كذلك فيه نماء للمال، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما نقص مال من صدقة. كذلك في الزكاة مواساة للمسلمين، في الزكاة بيان للمودة والأخوة بين المسلمين بعضهم البعض. حين نتكلم عن تطهير النفس هي ليس فقط تأثيرها النفسي على الذي يؤدي الزكاة، أيضا تأثيرها النفسي على من يأخذ هذه الزكاة، الفقراء والمساكين والمحتاجين والغارمين وغيرهم والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وابن السبيل، هؤلاء الحين يعني تؤدى إليهم الزكاة يشعرون أنهم في مجتمع متكامل، في مجتمع متكاتف، في مجتمع فيه تكافل اجتماعي، يعني يعلم أن هناك من سيهتم لأمره. أيضا فيها بعد نفسي على المزكي نفسه حين يعطي، وهذا العطاء لا يعطى إلا من رغبة في النفس، فيعني لها أبعاد كثيرة ولها تأثير نفسي عظيم على المزكي وعلى المزكى عليه. يعني اللي يزكي يحس مثلا براحة نفسية؟ أكيد ولا أكيد. أولا أنه أدى أمر من أوامر الله سبحانه وتعالى، وهو يؤدي هذه الزكاة اتباعا لأمر الله سبحانه وتعالى وهدي النبي عليه الصلاة والسلام، فلا شك أن في ذلك راح. فيها أيضا يعني مواساة للمسلمين، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. نعم. لا شك أن مثل هذه الأمور الله سبحانه وتعالى يدفع عن الإنسان فيه البلاء، ينمي في ماله، ييسر له أمره، تطرح البركة في هذا المال. وكما ذكرت في الحديث ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة، من صدقة. نعم. يعني هل الناس يعني مثلا أو التجار أو غيرهم أصحاب الأموال الطائلة في بعضهم والعياذ بالله أنهم يمنعون الزكاة أو أنهم ما يدفعونها؟ نعم. يعني هل لو أنه يدري بالحديث هذا ما نقص مال من صدقة أنه دفع الربع أو ربع الربع؟ نعم. بيجيها أضعاف مضاعفة. هو شوف الزكاة لو نظرنا لها شيء بسيط من مال الإنسان، هي ربع العشر، ربع يعني 2.5%، يعني المليون فيها 25,000، الألف فيها 25 ريال. لو نظرنا لها من هذا المنظار لا 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 يعني استصغر الأمر المؤدي، لكن للأسف هي يعني لها بعد ديني وشرعي أكثر.
إذا كان الإنسان عنده يقين على هذا الحديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم وعنده دافع ديني يدفعه إلى أداء هذه الزكاة وأنه أمر من أوامر الله وأنها شعيرة من شعائر الله وأنها فرض من فرائض الله وأنه ركن من أركان الإسلام سيؤدي هذا الأمر حتى لو كان نصف ماله. صحيح. فهذا الأمر يعني يعتمد على إيمان الإنسان وعلى صدقه مع الله سبحانه وتعالى. الزكاة على من تجب؟ تجب على المقتدر الذي عنده مال، وشروط الزكاة ثلاث: أن يدور عليها الحول، وكذلك يكون ملك النصاب، وكذلك أن يكون مالك لهذا المال. فإذا جاءت هذه الشروط الثلاثة في المال أو فيما تملك من عقار أو أسهم أو غيره فتجب فيها الزكاة. وكما ذكرنا الزكاة شيء بسيط هين لين ومبلغ قليل في المليون 25,000، فالذي يملك الملايين لن تكون هذه الأموال كثيرة في حقه. ما هي محرمات الزكاة؟ إذا تتكلم عن محرمات الزكاة، هناك ناس لا تجب عليهم الزكاة كالأغنياء والمقتدرين، أما الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله سبحانه وتعالى في كتابه فهم تجب عليهم الزكاة: الفقراء والمساكين والعاملين عليها وفي الرقاب والمؤلفة قلوبهم إلى آخر الآية، وهم ثمانية أصناف. طيب شيخ عبد الله، كل سنة يعني ندخل في نفس الجدال. نعم. هل نزكي من الرز والشعير أو الزبيب؟ نعم. أو نحن ندفعها؟ قناعات الناس اليوم وبعض الفتاوي اللي اختلفت، نعم، ان ما دام ان احنا تقريبا في دول الخليج اللهم لك الحمد والشكر على فضل النعمه. نعم. اللي نعمه علينا ان شاء الله، ان صار المواد العينيه هذه او المواد اللي فيها طعام متوفره. صحيح. ففي اخواننا اللاجئين في الحروب والمشاكل واللي عندهم فيضانات وزلازل ومجاعات، نعم، يعني نقل المواد الغذائيه هذه صعب. صحيح. فانت ترسل الفلوس منا عن طريق هيئات خيريه وتوصل في بلدانهم وهم يشترونها لهم. نعم. فحنا صراحة صرنا تائهين. فأنت تشوف الأفضل بالحكم اللي عندك وبالعلم اللي عندك، الأفضل ندفع بالمبلغ المادة الفلوس ولا بالمواد الغذائية؟ هو شوف، هذا الخلاف موجود وخلاف قديم، يعني جمهور العلماء على إخراج زكاة الفطر مما يطعم أو مما يقات، إلا أبو حنيفة له رأي في إخراجها نقدا. لكن احنا نقول الأفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بإخراجها مما يقات، وذكر أصناف يعني الأصناف التي تخرج منها زكاة الفطر، منها الشعير والبر والزبيب وغيره. لكن نقول هذا هو الأفضل، إخراجها مما يقات أو مما يؤكل، وهي أصلا من اسمها زكاة فطر. لكن إذا أخذنا بالجواز، فهناك علماء متقدمين وعلماء معاصرين وهم كثر بدون ذكر أسماء أجازوا وأباحوا إخراج الزكاة مالا. لكن نحن نقول إن الأمر هين لين، يعني أنت قد يخفى عليك من يحتاج هذا الرز. صحيح. أو من يحتاج هذا الشعير. صحيح. أو من يحتاج هذا البر أو من يحتاج هذا الزبيب أو التمر أو غيره، لكن هناك ناس متخصصين. عندنا مثلا في قطر صندوق الزكاة، عندنا الجمعيات الخيرية، عندهم لائحة بأسماء فقراء يحتاجون مثل هذه الأطعمة، سواء كان داخل قطر أو خارج قطر. خارج قطر. نعم. فأنا أقول الأحوط للإنسان يخرجها كما جاء في الحديث، أي يخرجها مما يقات. والآن الأمور الحمد لله متيسرة، أنت في بيتك وجالس في صالتك وعلى الكنب، مجرد بعض الأزرة تضغطها. صحيح. الجمعية الخيرية الفلانية إخراج زكاة مال، ستخرج من عندك مالا، ولكن هم وكلاء يخرجونها عنك زكاة فطر من أمور عينية تخرج هنا أو تخرج في خارج قطر. هذه يعني أباحها كثير من العلماء، إن لم يوجد من يحتاج مثل هذه المواد الغذائية في قطر ستخرج خارج قطر، وهذا الأمر فيه سعة ولله الحمد. فإحنا نقول الأحوط للإنسان يخرجها مما يؤكل، وإن لم يستطع ورأى بالرأي الآخر أنه يخرجها مالا يخرجها مالا، ولا بأس بذلك بإذن الله. هذه لقطات عن تبرعات الزكاة وصدقات نشوفها معاك شيخ عبد الله، يعني الحمد لله على النعمة، قاعد في بيتك وتضغط زر بالتليفون. صحيح. الناس يقومون بواجبك وأكثر من واجبك. الحمد لله. نعم. طيب إن
يعني وما قاطع كلامك، يعني الأمر هين. يعني هنا في قطر احنا كنا قبل كم يوم مع الشيخ فريد الهنداوي جزاه الله خير، وهو في صندوق الزكاة وهو مخول ب يعني حساب زكاة الفطر في قطر، فطلع المبلغ تقريبا 13 ريال وشوي، 13.75 درهم، احنا قاعد نتكلم عن 15 ريال. فهي الحمد لله يعني الأمر هين وسهل، وكل واحد يستطيع أن يخرج مثل هذا المبلغ ويوكل فيه الجمعيات أو صندوق الزكاة أو غيرهم من يعني يستطيع أن يصل لمثل هؤلاء الفقراء. شيخ عبد الله، هل يجوز إعطاء الزكاة للزوجة أو الوالدين أو الأبناء؟ الزوجة والأبناء والوالدين، احنا نتكلم عن إخراج زكاة مال، وورد كما ذكرنا في الآية الأصناف الثمانية التي تجب عليهم الزكاة، هم الفقراء والمساكين لآخر الآية. العلماء لا يرون ولا يعني يجوزون إخراج زكاة المال للأب وما على، يعني الأب والجد وجد الجد، هذه تجب عليك النفقة عليهم، فلا تخرج زكاة مالك على هؤلاء، بل هؤلاء تجب أن تصرف عليهم من أموالك، أما زكاة المال تصرفها للثمانية. والابن كذلك، الابن وما دنا أو وما سفل، الأبناء وما دنوا، الابن وابن الابن وغيره، لا يجوز إخراج الزكاة عليهم. كذلك الزوجة، أنت يجب عليك النفقة على زوجتك وعلى أبنائك وعلى أهل بيتك، فلا يجوز إخراج الزكاة على الأبناء ولا الآباء ولا الأزواج. طيب هل يجوز أن نعطي الزكاة لغير المسلمين؟ الغير مسلمين الكفار، تكلموا طبعا العلماء عن إخراج الزكاة لغير المسلمين وهم الكفار. القول الراجح وجمهور العلماء أنه لا يجوز إخراج الزكاة للكافر إلا في استثناء المؤلف قلوبهم على الآية. والمؤلف قلوبهم ذكروا العلماء أنهم ينقسمون إلى قسمين، مؤلف قلوبهم وهم ضعفاء الكفار الذين يرجى إسلامهم، واحد ضعيف خادم عندك أو عامل ترجو إن هذا إذا أعطيته شيء من الزكاة في يوم الأيام أنه يسلم وهذا يحببه للإسلام. طبعا هناك قيد لهذا الأمر، لما نتكلم عن رغبة هذا الشخص في الإسلام لابد أن تكون هناك قرائن تدل على هذه الرغبة عند الرجل، كأن مثلا يسأل كثير عن الإسلام، كأن عنده رغبة يستفسر، أو مثلا طلب منك بعض المطويات أو بعض الكتيبات، فأنت ترى أن في رغبة عند هذا الشخص أن يسلم في يوم من الأيام، فهذا يجوز إخراج الزكاة له من زكاة المال وإعطائه. والقسم الثاني وهم رؤساء أو كبراء القوم، وهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي بعض رؤساء الأقوام لكف شر هؤلاء أو لترغيبهم في الإسلام، لأن هذا كبير القوم أو رئيس القوم، إذا أسلم سيسلم معه كثير من أصحابه. فهذا القيد وهم يسمونهم في الإسلام المؤلف، وقد وردوا في ضمن الثمان أشخاص التي يعني ذكرت في الآية في كتاب الله سبحانه وتعالى. طيب إذا توفى شخص مثلا قبل ما جاء فترة الزكاة أو فترة رمضان، نعم، هل يعني تقريبا خلينا نقول مدة بسيطة، هل يجب أن حنا كأبناء أو كحنا الورثة أن حنا نشيل من زكاته من التركة نفسها أو من الورث؟ إذا تتكلم عن زكاة الأموال نعم، إذا تعرف أن حال عليها الحول فنعم يؤخذ من إرثه أو من تركته على مقدار هذه الزكاة أو الدين، يصرف ثم توزع التركة والإرث على البقية. إذا تتكلم عن زكاة الفطر، وجوب زكاة الفطر من غروب شمس ليلة العيد، فمن مات قبل غروب الشمس فلا زكاة فطر عليه، إذا مات بعد غروب الشمس فهو دخل في وقت الوجوب، فمات بعد المغرب مثلا ليلة العيد، فهنا لابد أن يخرج، مع أنه مات لابد أن يخرج عنه زكاة الفطر. وكذلك المولود، إذا ولد قبل المغرب ودخل عليه المغرب فتجب عليه الزكاة، ولد بعد وقت الإجاب يعني ولد بعد المغرب فلا تجب عليه إخراج الزكاة المولود، فهذه حال المتوفي. طيب والجنين اللي في البطن؟ الجنين يعني تكلم بعض العلماء عن إخراج، يستحب إخراج زكاة الفطر عن الجنين لفعل عثمان بن عفان رضي الله عنه، ولكن لا يجب
الزكاة تجب على الأحياء فقط، زكاة الفطر، لكن إن أخرجوها، وإحنا ذكرنا أن الحمد لله المبلغ زهيد وبسيط، ولا أحد يعني يستطيع أن يعني يكف مثل هذه الأموال اللي هي بسيطة جدا، 15 ريال أو كيلوين ونص من الرز أو غيره. الحمد لله الأمر يعني فيه سعة، ولو أخرجها عن طيب نفس، عن جنين أو عن طفل صغير، سواء كان زكاة أو صدقة أو دفعة بلد، نعم يعني يؤجر على ذلك بإذن الله. طيب سبحانه. الخدم في البيوت مع أنهم يمشي لهم رواتب كاملة، صحيح، نعم، هل بعد يجب عليهم أني أزكي عنهم؟ نعم، الخدم إحنا نقول أن هذه الزكاة كما جاء في الحديث ابن عباس رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال زكاة الفطر هي طهرة للصائم، ثم ذكر الأصناف، قال تجب على المسلم الكبير والصغير، الحر والعبد، الأنثى والذكر، فهي تجب على المسلمين سواء، لا نفرق بين الفقير والغني إلا في من لا يستطيع أن يسد حاجته. لكن الخدم هم ليسوا من الفقراء، وأنا متأكد أن كثير من الخدم، وإحنا كنا نتكلم عن هذا الموضوع قبل أيام مع بعض المشايخ، الخدم كثير منهم قد يجهل مثل هذه الأحكام، يأتي من يعني أقاليم أو من بلادين أو من مناطق لا يعلمون مثل هذه الأحكام، خاصة زكاة الفطر وهي من دقائق الأمور الموجودة، فلو علموا وفقهوا في مثل هذا الأمر، وأن المبلغ زهيد 15 ريال يمكن كان يزكوا بهم، يزكوا عن أنفسهم، إذا هو امتنع فتزكي عنه وأنت تؤجر على ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن الأفضل أن يعلم ويرشدوا إلى مثل هذا الأمر. سؤالي الأخير، كفالة الأيتام. نعم، أنا معلومة انصدمت صراحة من أمس، يعني أن من حق الشخص أن تكفل اليتيم أنك أنت تدفع زكاته. نعم نعم، فنبي نتكلمنا عن هذا بشكل سريع الشيخ عبد الله. زكاة الفطر اليتيم إذا استطاع أن يخرجها عن نفسه على الحديث كما ذكرنا يخرجها بنفسه، لكن إذا ما استطاع فأنت تخرجها عنه يعني تماما مثل الخادم اللي عندك، وهذا أفضل، قد لا يستطيع كثير من اليتماء الآن يعني فقراء ويدخلون تحت الباب المساكين، فلو أخرجها من كفل هذا اليتيم فهذا أفضل وأحرى وأقرب وأجر له بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب شيخ عبد الله، كل ما خير تبغى تقولها. الله يبارك فيك، جزاكم الله خير. أول شيء نشكر لكم يعني على الاستضافة وكذلك طرح مثل هذا الموضوع. أنا أذكر إخواني المشاهدين والمشاهدات، خاصة ونحن مقبلين على الأيام الأخيرة في هذا الشهر، المسارعة في إخراج زكاة الفطر، لأن هذه من المسائل التي يعني نواجهها كل سنة. يأتيك الشخص في نهاية رمضان وفي ليلة العيد، وقد يعني يعلن عن العيد مبكرا، قد يكون العيد في يوم يعني إتمام 30، في يكون الشهر 29 يوم، يوم الثلاثاء، يوم الثلاثاء، فكثير منهم يجيك ليلة العيد مشغول بحوائج العيد، ويعني يضيق عليه الوقت وتزدحم عليه الحاجات فينسى مثل هذه الأمور. فإحنا نقول بادروا بإخراجها، والحمد لله وقت جواز إخراج فطرة زكاة الفطر قبل العيد بيومين، فيجوز لك الآن توكل أي جمعية خيرية بإخراج الزكاة، وهذا أنا يعني أحث فيه الأخوة المشاهدين والمشاهدات على المبادرة فيه، لعل الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنهم صالح الأعمال. شكرا لك شيخ عبد الله على هالمعلومات وعلى بعض الأوضاح من الحكم في الإسلام اللي كانت يعني تخفي علينا كثير. الله يبارك، جزاكم الله. مشاهدينا، كان معانا الداعية الشيخ عبد الله النعمة، ووضح لنا عن حكم الزكاة ووقتها ومن يستحقها. نطلع معاكم هالفاصل لا تغيبونا، ونرجع نتواصل إن شاء الله. مشاهدينا، وصلنا معاكم إلى فقرتنا الأخيرة في برنامج الناس ورمضان، وهي مسابقة من هو، وكان الجواب على سؤال أمس الصحابي الجليل الحذيفة ابن اليمان. نأخذ معاكم أول فائز، بنشوف. بسم الله. الف...
الفائز الأول معانا اليوم نضال عبد الله حامد. نضال عبد الله حامد، ألف مبروك، فزت معانا بجائزة 2000 ريال. ناخذ الفائز الثاني، بسم الله، من سعيد الحظ. مها شفيع الرحمن عزيز. مها شفيع الرحمن عزيز، ألف مبروك، فزتي معنا بجائزة 2000 ريال. مشاهدينا، وصلنا معاكم نهاية حلقة اليوم، نتمنى إن شاء الله أنكم كنتوا استمتعتوا معنا في اللي قدمناه لكم من برامج وفقرات وتقارير. بكرة بنفس الوقت نشوفكم على خير، الله يحفظكم، في أمان الله.